ترى تفاصيل المخيم معنا عبر الهاتف نهاد طهماز، عضو قيادة فرع وقيادة المخيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وصباح كل الشباب السوري. أهلا يسعد وسهلا. صباحك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على أبرز النشاطات يلي قمتوا فيها مع المشاركين. هلا الحقيقه هي كانت الانشطه مقسومه الى ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاول اللي هو كانت الجولات الاطلاعيه على المناطق السياحيه والخدميه في منطقه زبداني وبلودان. القسم مثل طبعا منطقه الزبداني والتعرف على اثار الارهاب اللي حدث بهذا المكان. اثنين، التعرف على مثلا مثل نبع بقين، التعرف على المخبز الالي، التعرف على بعض المناطق السياحيه مثل مغاره، مثل كثير مناطق سياحيه. القسم الثاني اللي هو كان مجموعه من التدريب على مجموعه مهارات يحتاج الشباب، من أهمها هي مهارات الحياة والقيادة، من أهمها الألعاب النشطة، التعلم عن طريق اللعب وأيضا التعلم بالممارسة، عمل مبادرات وإنجاز مبادرات من قبل الشباب المشارك. النموذج الثالث أو القسم الثالث كان هو بيعتمد على أفكار يقترح الشباب ويقود الشباب من خلال بيئة آمني وداعمي برعاية الكبار. نعم ست نهاد، خلينا نتعرف أكثر يعني على فئات الشباب والأطفال المشاركين بهذا المخيم. يعني مثل ما سمعنا بالتقرير كانوا من أكثر من محافظة، كيف تم اختيارهم؟ مخيم مخصص لأبناء الشهداء وجرحى الجيش. نعم. بالإضافة إلى المتفوقين دراسيا على مستوى القطر في مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى الموهوبين بالنواحي المختلفة، المناشط الاتحادية المختلفة. تم اختيارهم من كل المحافظات، ولم تغب هذه المرة ولا محافظة، حتى المحافظات اليوم المحاصرة تم مشاركة شباب ورفاق من قلب دير الزور ومن قلب الحسكة ومن كل المحافظات السورية، ولم تتغيب أي محافظة. طريقة الاختيار كانت هي إعلان المشاركين بهاي المواصفات، من يحمل هاي المواصفات، وبالتالي تم الانتقاء بناء على عدد معين من كل محافظة. تم طبعا الموافقة عليهم من خلال تنوع هاي المحافظات، بالإضافة إلى تنوع المهارات والخبرات وأيضا المواهب. يعني اليوم ست نهاد، لأي درجة في للمنظمة دور كبير بإعادة يمكن تفعيل المخيمات بهالوقت، ودور أيضا بصقل وتنمية مهارات الشباب؟ أكيد اليوم المنظمة أخذت القرار وخاصة بمرحلة التعليم الأساسي. نحن بالعامين الماضيين بدأنا بمرحلة التعليم الثانوي وما فوق الثانوي، لكن هذا العام كان التركيز على مرحلة التعليم الأساسي، وخاصة نحن بنعرف أنه الأطفال هن هاي المرحلة العمرية هن منتج وأبناء الأزمة، وبالتالي هن بحاجة إلى مهارات مضاعفة وبحاجة إلى رعاية واهتمام مضاعف. لهيك اليوم المنظمة أخذت على عاتقه على انه تكون هي ايجاد البيئه الامنه والداعمه لهؤلاء الشباب، بالاضافه الى ان تفتح لهم مجالات اتاحه الفرص لهم لحتى ياخذوا دورهم المجتمعي من ناحيه ودورهم بتمكين انفسهم وتمكين الاخرين. واذا لاحظتوا اليوم بالجوله اللي عملتوها لاحظتوا ان المدربين هن بفئات عمريه متقاربه، وبالتالي هن من مرحله تعليم ثانوي او اكثر بشوي صغيره. لهيك نحن كنا عم نركز على التعليم عن طريق الاقران، وبالتالي تمكين المهارات للشباب نفسهم لحتى يقودوا انفسهم ويقودوا رفاقهم. لهيك كان هذا العام انا بشوف متميز بثلاث نقاط. النقطه الاولى هي اختيار المكان المتميز اللي هو اليوم بيئه مميزه لحتى يتعرف عليها الشباب. النقطه الثانيه اللي هي تنوع الشباب من كل الفئات العمريه وايضا الجنسين الرفاق ورفيقات، وايضا تنوع المواهب وتنوع يمكن الثقافات ايضا وكافه تنوع الثقافات، المدن، تنوع البيئات، تنوع المعتقد، تنوع تنوع تنوع. وبالتالي كان هذا العمل هو كثير مهم لحتى يكونوا ببيئه واحده ويقودوا انشطه ويكونوا عم بيقودوا انشطه مشتركه، بالاضافه الى ابداعات واختراعات، وخاصه انه في كل يوم كان في حفل سمر يقدم يسلط الضوء فيه على ثقافات المجتمعات اللي هم عايشين فيها والمحافظات، فكانت ايام سوريه.
نعم بامتياز. أكيد مدام نهاد، يعني اخترتوا كمان مدينة بلودان، خلينا نحكي عن خصوصية هالمخيم ببلودان، هالمنطقة السياحية اللي نفضت عنا غبار الحرب كمان. تماما. اليوم عاش الشباب ببلودان لما تعرفوا من ناحية على آثار الدمار والخراب اللي أحدثوا الإرهابيين، ولحتى يقولوا اليوم بمجرد ما طلع الإرهاب من هذا المكان ليقول الشباب السوري أنه نحن قادرين نكون بأي مكان بالرغم من كل الظروف، وأيضا نحن جاهزين لنعيد بناء وأحياء الأمكنة بعد ما تخلص من الإرهاب، وأنه نحن حاضرين لحتى نكون بجانب هذا الشعب وهذول الأهل لحتى نكون معاهم لنعيش ونعيد ألق بلودان اللي كل السوريين بيحلموا يروحوا ليصيفوا بهذا المكان. وهيك كان، فكان الشباب السوري من كل المحافظات هم عم بيعيدوا أحياء، ويكون وجودهم وحضورهم زيادة ألق لهاي المكان، وبالتالي وخاصة بالأنشطة المجتمعية. يعني أنتوا شفتوا أنه كان في إعادة تأهيل لحديقة الشبيبة بقلب بلودان، كان في غرس أشجار بأسماء الشهداء وأبناء الشهداء بالمناطق بقلب الزبداني، بدوار الزبداني، بحديقة الزبداني، كان في مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وخاصة اليوم بفندق بلودان لما كان في استضافة للشباب بأنهم يعملوا أنشطة مميزة بتأدي رغباتهم من ناحية واهتماماتهم من ناحية ثانية، ومن ناحية ثانية في المشاركة مع المجتمع ببلودان. أكيد، لكن يمكن في فعاليات كتير وبرامج تضمنها المخيم، شو أهم الفعاليات اللي ممكن يتسلط الضوء عليها أيضا بمخيمات مقبلة؟ الحقيقه هن ثلاث مناشط كثير مهمه، ان تكسب الشباب مهارات الحياه، ان تكسبوا مهارات القياده، ان تجعلهم يقودوا انشطتهم ومبادراتهم، وخاصه المبادرات اللي لها علاقه بتشكيل فرق. يعني الشباب بحفلات السمر كنا عم بنشوف انه هن عم بيشكلوا فرق فنيه بالرغم من انه هن اجتمعوا لفتره زمنيه كثير كثير قليله، لكن عم نشوفهم انه هن بلشوا يشكلوا فرق. اثنين من اهم الانشطه انه كان في عنا اعمال مسرحيه ومشاهد هي عم تحكي وجع الشباب بمحافظاتهم والم الشباب، بالاضافه الى طموحات الشباب وتميز الشباب. لهيك انا كنت عم شوف انه هي المناشط كانت كثير مميزه. المناشط الاخرى اللي كانت اكثر تميزا انا كنت شوفها هي الالعاب الجماعيه اللي كانوا من خلال الشباب هن عم بيعبروا عن حالهم وعم بيستمتعوا اكثر وعم بيعيشوا المتعه مع بعض، والاهم من هيك انه كانت كلها هادفه بالنتيجه او بالنهايه بنوصل لهدف من خلال انه هن كيف يتكيفوا وكيف يتعاملوا مع الضغوط نعم. اللي ممكن تكون موجوده بحياتهم. طيب، رح يكون في مخيم تاني مخصص لطلاب المرحله الثانويه بعد انتهاء المخيم الحالي، وين رح يتم؟ بدأنا ب 18 الشهر بيوم الثلاثاء بمخيم مرحلة التعليم الثانوي، ورح يستمر ل 25 الشهر. نعم. أكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وخطوات مشكورين عليها عم تبذلوها أكيد لتنمية مواهب الشباب وإعطائهم ثقافة مجتمعية وبتشمل كافة شرائح المجتمع وأيضا كافة الأعمار ومن كافة البيئات السورية. نحن بنشكركم كثير وأيضا كل التوفيق لكم. أنا اليوم بدي أقول لكم أنا بتشكركم للتغطية المميزة، أنا بدي أقول إنه لازم نكون كلنا مطمئنين طالما هذا نموذج من الشباب السوري الواعي الموجود القادر على إنه يحدث فرق بحياته وبحياة الآخرين وبحياة المجتمع، فلازم نحن نكون كثير واثقين بإنه مستقبل الشباب السوري بخير، لأنه اليوم هي العينة هي حتكون جزء أو هي عينة من المجتمع السوري اللي هو قادر إنه يقود ويبني ويأثر. أن نكون مطمئنين، المستقبل وبكرة لنا أكيد. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله موفقين، وكل التحية لكل الطلاب وأبناء الشهداء اللي كانوا متواجدين بالمخيم، وإن شاء الله بنستقبلكم كمان نستضيفكم بمخيمات ونشاطات جديدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، تضلكم دوما بالف خير. الله يعافيك يا رب. شكرا. اكيد اريج مع كل هالمعلومات لليوم والنصائح بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. يوم جديد بنفس الموعد، ابقوا برفقتنا، اكيد ابقوا على اطلاع بكافه الاحداث والاخبار عبر التغطيات المستمره على شاشه الاخباريه السوريه، وباي باي.